الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من أحبه الله جل في علاه استعمله لنصرة دينه وألزمه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال جل في علاه في كتابه المبين: وقال رب العالمين في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: بلغوا عني ولو آية فأحب عباد الله إلى الله الذين تبوأوا منزلة الأنبياء، الذين ورثوا إرث النبي، وإرث النبي هو الوحي المبين. بينا في الحلقة الماضية حب العلماء دين، لأن الله أحبهم بما حملوا، لأن الله اصطفاهم، فإن العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.